التوحيد عباد الله، اعتنوا بتوحيد الله، من لم تلقى الله في الذنوب ولا تلقاه في الشرك فان الله يبدل ذلك خيرا لك. ان تلقى الله في التوحيد، فمن اتى بقراب الارض خطايا لا يشرك بالله شيئا اتاه بقرابها مغفره ولا يبالي. اياك يا عبد الله ان تلقى الله وانت تستعين بغير الله وتدعو غير الله وتلجا لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، كيف تصرف ذلك لغير الله؟ اين الله الذي خلقك واوجدك ورزقك واعطاك ووهبك؟ كيف تشكر غيره وتنذر لغيره وتحلف بغيره وتستعين بغيره وتتوسل لغيره وتستعين به وتستغيث به وتحلف به وتخاف منه وتتوكل على غيره؟ ان الله سبحانه عز وجل هو الاحق بذلك كله، هو الواحد الاحد، هو الفرد الصمد، هو الذي يعبد ويدعى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. خلقك فسوى وقدر لك فهدى واعطاك وجمع لك وصرف عنك الشرور وصرف عنك الاضرار. تبصر وغيرك اعمى، تسمع وغيرك لا يسمع، تكلم وغيرك فاقد، تمشي وغيرك مجروح، وتمشي وغيرك مجنون، تعقل وغيرك مجنون. رزقك ذريه، رزقك مال، وهبك واعطاك، كيف تشكر غير الله؟ كيف تذبح لغير الله؟ كيف تستعين بغير الله؟ كيف تستغيث بغير الله؟ ولا تشرك بالله شيئا، فان من اشرك بالله لا يغفر الله له، وله النار، له النار، له النار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، وما للظالمين من انصار. اعرفوا ان اهل العلم هم قدرهم، كم بثوا في الناس واشاعوا في الناس ان يعلم الخلق ما للحق عليهم من فضل، ومنا ان يعبدوه، ان يوحدوه، ان لا يشركوا به شيئا، أن يحترموا جناب النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه ولا يتقدموا بين يديه ولا يتبعوا غيره ولا يتقربوا إلى الله بعبادة لم تأتي عن رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم وهداهم، وما من خير إلا ودل عليه، ولا من شر إلا وحذر منه. كيف يا عبد الله تريد النجاة وتريد الجنة وأنت تسلك خير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا دخول للجنة إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى محبة لله وسلك غير طريق رسول الله كاذب في محبته، كاذب في محبته. قل إن كنتم تحبون